أخبار اليوم. أظن أنه أي فنان عربي أو أي فنان بصفة عامة يتمنى أن يغني في مصر، وأنا لي الشرف أنه أغني على مسرح مصر لجمهور مصر. جديد أنت معلمة وأنت معي واحد، I think أنه الناس حبت بساطة الموضوع وبساطة الكليب والكلمة والتوزيع واللحن، فلهذا كان الموضوع سلس وجد سهل بالنسبة لكل يعني أنواع الجمهور الكريم العربي. لهذا عندي كذا أغنية، يعني عندي ألبوم في 2012 فيه 12 أغنية، بس ما نعرفش كله، نعرفت فيه أغنية سلينا سلينا وما الحبيبي مالو وانت بقي واحد و بس وانت بقي انت ستايل ودمك خفيف، جاي خفيف بالذات بالمناسبة. وهل في عروض سينمائية اتعرضت عليك؟ لان دايما منتجين السينما بيدوروا على شعبية المطرب، والامثلة كتير قوي في العالم العربي وعلى مستوى العالم. عاوز اسألك ليه دايما بالبوردين ده ساعة؟ It's just a style, you know, حاجة يعني حبيتها أنا، التغيير، it's a تغيير، إنه غير شوي. بالنسبة للسينما أتمنى طبعاً إنه أشارك في عمل سينمائي، مستنى بس الفرصة اللي تكمل وتعطينا الاستمرارية وتخلينا ماشيين في الطريق كده فوق. بالنسبة للفيلم في عروض فيلمين أو ثلاثة أو أربعة، في عروض إن شاء الله، بس لازم نختار